قصير لي يا اخوتي. او ماي جاد او ماي جاد من كنش الدراري وعلى زهر وعلى زهر اخوتي. او ماي جاد شوفوا الخوت هاي القهوه ديالنا هما الدراري ديالنا اخوتي. شوفوا المنصة احنا فين وها اردوغان اخوتي فين غادي يخطب. ناري بي مكنش ناري بي مكنش صاحبي خويا يونس ام سو سوري برو. قهوة ديالنا يا بسم الله على بركة الله. هانتوما اخوتي السلام عليكم ديال بخير هانيا الله يحفظك ليا الله يعزك الله يحفظك بارك الله فيك. شو الزيت شو 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 الاطلالة تبيني بات شي اردوغان ها صاحبي يا شو يمكن انت شنو هو نهار الافتتاح ديالو اخوتي جاي رئيس دولة قدامو باش يهضر تما صاحبي انت هو رئيس الدولة صاحبي. الف مبروك اخويا الله يسهل عليك اخويا تبارك الله عليك. مازال اخويا شوف القصد ديالنا احسن قصد يلا مرحبا هي الاول لحظة يفتح اول مقهى ان اف تي في العالم والذي هو بصيغه جديده ليس لها مثيل. فنرحب بالاخ يونس ليعطينا كلمه قصيره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في حفل الافتتاح. كنشرفوا بحضور سعاده القنصل الاعوان ديالو معنا في هذا الافتتاح. شكرا على الوقت ديالكم. Also, I need to speak in English a little bit for the super team and also the hub team who are here to support us. So thank you also for coming. تشكر حتى جميع الأصدقاء وجميع الدراري اللي جاوا من المغرب يعني خاصة لهذا الافتتاح صراحة. يونس دابا دار لهم واحد لقين اللي لقى واحد 8 الكلمات ومع 12 المهم 8 غادي يربح واليط فيها شي 1400 درهم. المشكلة أنا لقيتهم الحالة الأولى هي الثانية إلا لقيتها أخي يونس ولكن غنخليوها لي زانفيت أخويا. حنا عندنا واليط ديالنا الحمد لله تبداو بلا سيلقاو. أنا لقيتها جيانا شوف شوف وريتهم لي شو كثير قطو ما خيو انسان شوف شوف اخويا وريتهم لي داو خبرك خبرك اللي عرفت باللي فيها شي لعبه سديتهم كاع يا قدروا نعطيو واحد التكير الامتياز ديالنا ناس واعر صح صح هنا ناس ليا براسك ناس ليا براسك يا بسم الله نتكى واحد شوية عييت اخوتي عييت بلاتي سد الباب طرن فهمتي دابا ناطي بعيد على الصداع هو عندي كاسك كاسك ديالي التلفازة فيها نتفليكس فيها كلشي ولكن خاصني التليكوموند اخوان غنبارطاجي معاكم الكودة 2023 ليتس جو غنحل فوالا كتبت لي كوموند كتسد شيش اي فوالا هو داك الفيديو كنا هضرنا عليه كليوباترا المهم راك عارفين صافي اختار لي مع راسك انا ندخل اخويا ندخل لهادي برايفت ونتكون شي مع راسك حنا نقدر نبدل اللوينات ها هو شوف هنا كتلعب على الاضاءة كيف ما بغيتي هادي كتنقص ولا كتزيد تظلم الحياة اخويا الحياة غير باش نفرقوا واحد بين غير فرق باش نفرقوا بين الشباب حيت دابا كاين الشباب كيبغوا يخدموا مجموعين وكتكون مثلا شي واحد كيدخل الكورة ولا كيصدعك ولا هنا هذا الاسباس مفرق الفوق كتلعب.
كاين واحد القضيه زوينه هنا في المقهى ديال ان اف تي هو انه تقدر تشرب القهوه فيها الان اف تي ديالك او اي تصويره تبغيتي. اجي تمشي هنا سيدي، تمشي هنا سيدي الكاميرا كونيكت هذا ديال الويفي كتكونيكتو هنا مع لا ماشين كتشوفها، ملي كتفتح لا ماشين غادي تابلود التصويره اللي انت بغيتي تشرب. فهمتي شي واحد اللي جاك حاجه مال الفوبيزي بغيتي تشرب لك كدير التصويره وكتصور ديالك لا بلا خايب ولا لا شي مشكل. هنا كطلع لنا ابلود، كدير ابلود بحال هكا كتختار هنا الصوره اللي بغيتي. انا بغيت ان اف تي ديالي كندير اوكي، ها هو دابا كيتابلود غادي يمشي ديريكتومون لا ماشين تما اللي غادي توجد ليا الطبق. انا وجدنا بايا صاحب احسن لاطي في العالم اخوتي تبارك الله عليك، غادي تشوفوا معنا انا الاخوان سيعد مجيد كتطلع لي الصوره ديال اللي صيفط لها هي في الماشين ها القهوه ديالي. ودابا غادي تبدا عمليه ديال الطباعه. تبارك الله السي مجيد. الله يحفظك اخويا. اول مره غادي نشوفه. او ماي جاد واو واو ممكنش صاحبي ممكنش ايه ممكنش صاحبي حشم صبع صاحبي والله اذا حشمت بالله. ها انتم اخوتي شرب القهوة ديالك بالان اف تي ديالك انت انت صديقي انت السلام عليكم. هذا قهوة براند خاصة هو الإخوان، إن شاء الله غندي معايا للمغرب شي قهوة. ها انتم شوف 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 قهوة خاصة برايفت بلاند خاصة برايفت فوكس الإخوان. شوف 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 أحسن قهوة في العالم. كما كتشوفوا دابا هذا هو الطاج الثاني ديال القهوة، ولكن كاين واحد الطاج في أي بي الناس اللي عندهم الـ NFT ديال برايفت فوكس. أجي معايا كندخلوا هنا الواليت ديالنا، الواليت ديالنا أنت غادي نشوف هنا غندخل لهذا السيت هذا. أجي جي معايا كليك هنا هذا عطيني واحد الكود جينيريت هاكي كود. شوف هذا الكود هنا كاين خير واحد البلاصه واعره خاصه فقط للناس اللي عندهم الان اف سي ديال برايفت فوكس. غادي دابا تلقاو راه الناس دايرين دابا السماع كدا مجموعين كل واحد تيقرا البوست ديالو. كاين هنا ماشي سوبر سي فهمتي ديال الصوره هنا وكدا. وجي تشوف You can scan the code and join the Telegram group. That's going to be the first step. Then after joining the Telegram group, I will hire you. تبارك الله سيدي يونس على الافتتاح. اوي 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 تبارك يا خويا شوف شوف دارت حنا واقيلا سنايب يا خويا تحدي معاك الصاد واخا ولدي على يونس. اوي اوي شنو الاحساس ديالك اخويا وتركيا كامله كتحتفل بالافتتاح؟ هذا التتويج اللي جا واحد صراحه ما كناش متوقعين ما كناش متوقعين انه هذا عرفتي صوت ما كيتسمعش بالحماس ديال كامل باش يا ربي كل واحد ياخذ يلا غير وحده غنانا الله شي حنا وياك البالي نتفقوا قهوه اخرى الا كل واحد خد خوت ها كوبا خوت شو هم مضغوطه اه سنايبر خوت اه سنايبر كندير راسي كنصور الجمهور قبل ما يفرقع عليا راسي فهمت هو جا هو جا اردوغان يا
Ejilerlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. سال الفيديو كان وقفت عليا واحد البوليسيه بغات تعرفني انا منين فهمت حيت كنت كنصور وكنشد لها وجهه والباص فهمتني قلت لها اي دونت انديرستاند هذا بالخلع المهم الخوت هادشي اللي كاين دابا راني مريض بالرجلي العيا اول مقا ان اف تي كاين في العالم وشكرا لكم كاملين الاخوان على الدعم ديالكم ومرحبا بكم كاع المغاربه واتراك مرحبا بكم مقهى برايفت فوكس.